شعبة رياضيات. الدروس المقررة في الفصلين الأول والفصل الثاني هما الدوال، فيما تتمثل الدوال في الدوال العددية، الدوال الأسرية، والدوال اللغاتية، المتتالية، الأعداد والحساب، الإحصاء والاحتمالات، الأعداد المركبة والتحويلات النقطية، والدوال الأصلية. هذه هي الدروس المقررة في الفصلين الأول والثاني. ننطلق مع المراجعة وذلك بالتسلسل حسب الدروس المقررة. اليوم سوف نبدأ بمراجعة حول الدوال الأسرية. لدينا التمرين التالي. نعتبر الدالة العددية المعرفة على F بF بX يساوي لنا ناقص X مكعب زائد 2X مربع في X بو ناقص X زائد 1 سي F، والمنحنى الممثل للدالة F المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس O E G. السؤال 1 هي حساب النهايات عند أطراف مجموعة التعريف، ثم استنتاج وجود مستقيم مقارب بالمنحنى سي F يطلب تعيين معادلة ب. بين أن من أجل كل عدد حقيقي X أن F حد X تساوي لنا X X مربع ناقص 5 X زائد 4 في X بو ناقص X زائد 1. 2 أكتب معادلة مماس لسي F عند النقطة ذات الفاصلة 2. 3 أش الدالة المعرفة على المجال المغلق صفر زائد ما لا نهاية كما يلي: أش بإكس تساوي إكس مربع في إكس بو ناقص إكس زائد 2 ناقص 4. أدرس اتجاه تغير دالة أش ثم استنتج إشارة أش بإكس. حدد عندئذ وضعية المنحنى سي إف بالنسبة إلى تي على مجال صفر زائد ما لا نهاية. 4 أرسم المماس تي وسي إف على المجال المغلق صفر زائد ما لا نهاية. 5 نعتبر الآن المصير حقيقي والمعادلة ذات المجهول الحقيقي إكس الموجب F بإكس يساوي M في إكس ناقص 2 هذه المعادلة E. ناقش بيانين حسب قيم M عدد حلول المعادلة E. طرح حساب النهايات عند أطراف مجموعة التعريف عند الناقص والزائد ما لا نهاية. لأف بإكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي نعوض أف بإكس عبارة عن بإكس هي ناقص إكس أس 3 زائد 2 إكس مربع في إكس بو ناقص إكس زائد 1 لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية كم تساوي؟ نقوم بحساب لاليميت ناقص إكس مكعب زائد 2 إكس مربع عند الناقص ما لا نهاية. هذه عبارة عن تغيير الحدود، إذا نهايتها تساوي نهاية الحد أكبر درجة. ناقص ما لا نهاية أس 3 هي ناقص ما لا نهاية، الناقص تساوي لنا زائد ما لا نهاية. ثم لاليميت لإكسبونسيال ناقص إكس زائد 1 لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية كم تساوي؟ ناقص ما لا نهاية في ناقص زائد ما لا نهاية زائد 1 تساوي زائد ما لا نهاية. إكس لاليميت لإكسبونسيال عند زائد ما لا نهاية تساوي لنا زائد ما لا نهاية. إذا زائد ما لا نهاية في زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية. لاليميت لإف إكس لما إكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية كم تساوي؟ نعوض عبارة إف إكس ناقص إكس أس 3 زائد 2 إكس مربع في x بو ناقص x زائد 1 لاليميت لناقص x مكعب زائد 2 x مربع عند الزائد ما لا نهاية. لما نعوض عند الزائد ما لا نهاية كم تساوي؟ نفس الشيء كثير حدود، ناخذ حد اكبر درجة. زائد ما لا نهاية أس 3 تساوي لنا زائد ما لا نهاية، في الناقص تساوي لنا ناقص ما لا نهاية. لاليميت لإكس بو ناقص إكس زائد 1 لما إكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية كم تساوي؟ نعوض ناقص ما لا نهاية زائد 1 ناقص ما لا نهاية. لاليميت الإكسبونسيال عند ناقص ما لا نهاية يساوي صفر. إذا الجداء ناقص ما لا نهاية في صفر كم تساوي لنا؟ هي حالة عدم تعيين. نقوم بإزالة حالة عدم تعيين. هنا حالة عدم تعيين ما لا نهاية في صفر. نقوم
سأكون إلى زيد بعد النهاية. كيف نقوم بإزالة حالة عدم تأهيل؟ لدينا ناقص إكس أس 3 زي 2 إكس مربع في إكس مو نفكك إكس مو ناقص إكس زائد 1 كم تساوي إكس مو ناقص إكس في أ. ومنهم لا ليميت لي ناقص إكس أس 3 مضروبة في إكس مو ناقص إكس أنشر زي 2 إكس مربع في إكس مو ناقص إكس الكل مضروب في أ. أكيد إكس تنتمي إلى زائد تؤول إلى زائد ما لا نهاية. ومنهم لانيميت ناقص إكس أس 3 على إكس مو إكس في المقام زائد 2 إكس مربع على أو بإكس مضروبة في أو. نعلم أن لانيميت لإكس مو إكس على إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية. ومنه مقلوب لانيميت إكس أس أن. ومنه لانيميت لإكس أس أن على إكس مو إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي صفر. ومنه لانيميت لناقص إكس أس 3 على إكس مو إكس تساوي صفر. هذه تساوي صفر. صفر في أو تساوي الصفر. ومنه لانيميت عند الزائد ما لا نهاية لحد إكس يساوي الصفر. استنتج وجود مستقيم مقارب لمنحنى سي اف يطلب تعيين معادلة له. بما أن استنتاج وجود مستقيم مقارب بما أن لانيميت عند زائد ما لا نهاية تساوي صفر. بما أن لانيميت في اف دو اكس لما اكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية يساوي صفر فإن سي اف يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلة إيجراك يساوي الصفر. ومنه سي اف يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته إيجراك يساوي صفر اللي هو محور الفواصل. هذا السؤال الأول ألف. السؤال ب بين أن نبين أن أف حد إكس تساوي لنا إكس في إكس مربع ناقص سوسا إكس زائد 4 في إكس مو ناقص إكس زائد 1. هنا نقوم بالاشتقاق دالة أف عادة. أول حاجة أف دالة قابلة للاشتقاق على أ ودالتها المشتقة هي أف دو إكس هو عبارة عن جدا دالتين معناه المشتق الأول في الثاني زي المشتق الثاني في الأول. مشتق ناقص إكس أس 3 هي ناقص 3 إكس مربع. مشتق من إكس مربع هي 4 إكس مضروبة في إكس مو ناقص إكس زائد 1. مشتق إكس مو ناقص إكس زائد 1 هي ناقص إكس مو ناقص إكس زائد 1 مضروبة في ناقص إكس أس 3 زائد 2 إكس مربع. كم تساوي؟ نقوم بإخراج إكس مو ناقص إكس زائد 1 عامل مشترك. تصبح ناقص 3 إكس مربع زائد 4 إكس ناقص نخرج إكس مو ناقص إكس زائد 1. لدينا ناقص مع ناقص تصبح زائد إكس أس 3 ناقص مع زائد ناقص 2 إكس 1. نبسط إكس أس 3 ناقص 3 إكس مربع ناقص 2 إكس مربع هي ناقص 5 إكس مربع زائد 4 إكس في إكس مو ناقص إكس زائد 1. ثم نقوم بماذا؟ بإخراج إكس عامل مشترك. كم تساوي لنا؟ إكس مضروبة في إكس مربع ناقص 5 إكس زائد 4 في إكس مو ناقص إكس زائد 1 كما توعدون وهو المطلوب. السؤال اللي بعده هو استنتاج اتجاه تغير الدالة أ.
استنتاج، اتجاه، تغير. الدالة F. استنتاج اتجاه تغير الدالة F نقوم بماذا؟ ب F حال X يساوي ما؟ الصفر. ما معنى؟ يكافئ أن X في X مربع ناقص 5X زائد 4 في X ناقص X زائد 1 يساوي ما؟ الصفر. ما معنى أن هذا يساوي ما صفر؟ يا إما X يساوي صفر أو X مربع ناقص 5X زائد 4 تساوي صفر. أكيد X ناقص X زائد 1 لا تساوي صفر، دائما مجموعة. معناه X يساوي ما صفر أو X مربع ناقص 5X زائد 4 يساوي صفر مع x ناقص x زائد 1 أكبر تماما من الصفر. هنا نقوم بماذا؟ بحساب المميز دالتا. دالتا يساوي لنا ب مربع، إذا ناقص 5 مربع ناقص 4 عاصم في 1 في 4 25 ناقص 16 يساوي لنا 9. إذا 9 أكبر من الصفر. للمعادلة حلين مختلفين أو متلاحقين هما x1 و x2 ناقص ب، إذا 5 ناقص جذر دالتا هو جذر 9 إذا 3 على 2 تساوي لنا 5 ناقص 3 تساوي لنا 1. x2 تساوي لنا 5 زائد 3 على 2 تساوي لنا 4. جدول الإشارة. x مربع ناقص 5x زائد 4 ثم فتحة 2x. الدالة المعرفة على f إذا ناقص ما لك نزيل الغاية تنعدم عند ثلاث قيم 0 1 4. x تنعدم عند 0 نعكس إشارة منا نفس تنعدم عند 1 4 عكس إشارة إذا ناقص زائد زائد زائد. أفتح ديكس نعدم عند صفر واحد واحد أربعة ناقص في الزائد زائد ناقص في الزائد ناقص زائد في الزائد زائد ناقص. ومنهم الدالة أف متزايدة تماما على مجال صفر واحد اتحاد أربعة زائد ما لا نهاية ومتناقصة تماما على مجال ناقص ما لا نهاية صفر اتحاد واحد أربعة. ومنهم أف دالة متزايدة تماما على المجالين صفر واحد اتحاد أربعة زائد ما لا نهاية ومتناقصة تماما على المجالين ناقص ما لا نهاية صفر اتحاد واحد أربعة. جدول التغيرات. زائد F لاثنين. نقوم بحساب فقط F فتحة
الفرق وأفت حال ابنين ميام ناقص 4 في إيه ناقص 1 ومنه معادلة ناقص معاود تي إيجراد تساوي لنا ناقص 4 إكس بوناكس 1 في إكس ناقص 2 هذه هي معادلة الماسة تي. السؤال رقم 3 لدينا أرشية دالة معرفة على المجال المجال صفر زائد ما الذي لا يرضي أرش بإكس تساوي لنا إكس مربع في إكس ناقص إكس زائد 2 ناقص 4 دي أرش هي صفر زائد ما لا نهاية صفر زائد ما لا نهاية. السؤال المطلوب هو ادرس اتجاه تغير الدالة أرش دراسة اتجاه تغير الدالة أرش نقوم بحساب الدالة المشتقة أرش دالة قابلة للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية ودالتها المشتقة هي عش في حال اكس هنا عبارة عن جداء دالتين مشتق اكس مربع هي اكس في اكس ناقص اكس زائد 2 مشتق اكس ناقص اكس زائد 2 هي ناقص اكس ناقص اكس زائد 2 في اكس مربع مشتق ناقص 4 تساوي لنا 0 كم تساوي لنا نقوم بإخراج اكس ناقص اكس زائد 2 عامل مشترك إذا تصبح 2 اكس ناقص اكس مربع نستطيع أيضا إخراج إكس عامل مشترك تبقى 2 ناقص إكس في إكس بو ناقص إكس زائد 2 هذه هي أرش فتحة لإكس المطلوب هو إتجاه التغير إذا نقوم بدراسة إشارة الدالة المشتقة معناه أرش فتحة لإكس يساوي صفر يكافئ إكس ناقص إكس زائد 2 هو عدد موجب كما إذا يا إما إكس يساوي لنا صفر أو 2 ناقص إكس هي اللي تساوي صفر معناها إكس يساوي لنا 2 إذا الدالة أرش فتحة إكس العالم عند صفر وعند 2 جدول الإشارة لدينا إكس والإكس 2 ناقص إكس ثم أرش فتحة بإكس المجال هو من صفر حتى زائد ما لا نهاية العالم عند 2 إذا الإكس في المجال صفر زائد ما لا نهاية موجب 2 ناقص إكس في العالم عند 2 من هنا عكس الإشارة إلى الموجبة وهنا سالبة أرش فتحة بإكس العالم عند 2 ومنه زائد في الزائد زائد زائد في الناقص ثم ناقص إذا الدالة أرش فتحة متزايدة تماما على المجال صفر 2 ومتناقصة تماما على المجال 2 زائد ما لا نهاية ومنه أرش دالة متزايدة تماما على المجال صفر 2 ومتناقصة تماما على المجال 2 زائد ما لا نهاية. السؤال اللي بعده هو ثم استنتج إشارة أرش بإكس إشارة استنتاج إشارة أرش بإكس لدينا من جدول التغيرات ماذا لدينا؟ إكس أرش فتحة إكس وأرش بإكس المجال صفر 2 زائد ما لا نهاية هنا تنعدي زائد ناقص متزايدة متناقصة هنا نقوم بحساب أرش لاثنين أرش لاثنين كم تساوي لما نعوض؟ تساوي لنا الصفر إذا هنا الدالة أرش ماذا تقبل؟ تقبل قيمة حدية عظمى معناها أن الدالة أرش أكبر قيمة تأخذها هي ماذا هي؟ الصفر تقبل قيمة حدية هي صفر عند 2 معناها أنها تحت محور الفاصل إذا الدالة أرش هي دالة سالبة دائما إذا أرش بإكس أصغر أو تساوي لنا الصفر هو تحديد وضعية سي أف بالنسبة إلى
صفر زائد ملل. لدراسة وضعية مثلية بين منحنى ومستقيم نقوم بحساب بدراسة إشارة ألفا. فماذا دراسة إشارة ألفا؟ ألف بإكس ناقص إيغراك. ألف بإكس ناقص إيغراك كم تساوينا؟ ألف بإكس هي ناقص إكس أس ثلاثة زائد اثنين إكس مربع في إكس واحد ناقص مال عبارة إيغراك هي ناقص أربعة إكس وناقص واحد في إكس ناقص 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 يصبح لدينا زائد أربعة أو ناقص واحد في إكس ناقص اثنين. هنا نقدر كيف نقوم بدراسة إشارة هذه العبارة؟ يجب تبسيطها. يكون في علمكم هذا السؤال بعد دراسة إشارة الدالة عش. إذا السؤالين هم تسلسلين أو مرتبطين، إذا يجب إخراج عش هنا. كم تساوي؟ نخرج أو ناقص واحد عامل مشترك، إذا تصبح إكس ناقص إكس أس ثلاثة زائد اثنين إكس مربع مضروبة في أو أس ناقص إكس زائد واحد قسمة أو ناقص واحد أن نخرج عامل مشترك زائد أربعة في إكس ناقص اثنين في أو ناقص واحد. هنا قسمت على أو ناقص واحد لأنها لا توجد أو ناقص واحد في هذه الحالة. كم تساوي؟ نبسط، تصبح ناقص إكس أس ثلاثة زائد اثنين إكس مربع في أو ناقص واحد تصبح فوق على زائد واحد إذا تصبح ناقص إكس زائد اثنين زائد أربعة في إكس ناقص اثنين في أو ناقص واحد. ثم نقوم بإخراج إكس مربع عامل مشترك. كم تساوي لنا؟ إكس مربع لما نخرج إكس مربع عامل مشترك تصبح ناقص إكس زائد اثنين في أو ناقص إكس زائد اثنين زائد أربعة في إكس ناقص اثنين في أو ناقص واحد. هنا كذلك لدينا هنا ناقص إكس زائد اثنين وهنا إكس ناقص اثنين، نقدر نستطيع أن نخرج ناقص عامل مشترك وتصبح هنا ناقص إكس زائد اثنين. إذا نخرج ناقص إكس زائد اثنين عامل مشترك كم تساوي لنا؟ لما نخرج ناقص إكس زائد اثنين عامل مشترك في أو ناقص واحد عامل مشترك ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا إكس مربع في أو ناقص إكس زائد اثنين ناقص أربعة. لو تلاحظون هذه لو نلاحظ هي نفسها أش بإكس، هذه هي عبارة أش بإكس وتساوي لنا ناقص إكس زائد اثنين في أو ناقص واحد في أش بإكس. هي f بـ x ناقص y. إشارة f بـ x ناقص y هي من إشارة ناقص x زائد 2 و h بـ x. جدول الإشارة. x ما جاب هو 0 زائد ما لها نهاية ناقص x زائد 2 تنعدم عندها 2 ناقص x زائد 2 ثم y ناقص 1 هو عدد موجب h بـ x. هنا f بـ x ناقص إيغراك ثم الوضع وضعية نسبية. هنا الإنعدام ناقص هنا عكس الإشارة، إذا هنا زائد هنا ناقص عش بإكس لاحظنا إشارة هي إشارة سالبة 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 زائد ناقص ناقص زائد الزائد هي موجب ومنه ماذا؟ بما أن الفرق هنا سالب إذا الوضعية النسبية بين سي إف والمقاس تي سي إف تحت تي وهنا سي إف فوق تي وهنا سي إف يقطع ماذا؟ يقطع تي في النقطة مثلا نسميها أ فاصلتها 2 وترتيبها 0. قم برسم المنحنى سي اف والمماس تي. لرسم المماس تي يجب تعيين نقطتين، ناخذ 2 تساوي لنا ايغاك 0، لما ناخذ اكس هو 0 نبنى ايغاك تقريبا 1.95. نقوم بتعيين هاتين النقطتين، لدينا اكس يساوي 2
صفر هذه النقطة الأولى. ثم لما نأخذ صفر عندنا 1.2 تقريبا هنا نقوم بربطها النقطتين. النقطة
المناقشة بينها يجب أن تكون حسب معامل الترجيح إلى الآن ينتمي إلى أي مجال؟ نبدأ بالمجال ناقص معلومات. الآن ينتمي إلى المجال ناقص معلومات حتى ماذا؟ نبدأ مناقشة بينها يجب أن تحسب النقطة هكذا. كان لدينا عدد حلول، يوجد حل وحيد وهو النقطة ثم نقوم بالتحرير. كم يوجد من حل؟ يبقى دائما حل مناقشة بين الدوران دائما واحد، حل وحيد ثم هو حتى نصل عند المستقيم تي الذي معامل توجيه هو ناقص 4 اي ناقص 1. يبقى دائما لدينا حل هو حتى ناقص 4 اي ناقص 1 مجال مغلق، لانه عند ناقص 4 اي ناقص 1 كذلك يوجد حل واحد هو يوجد حل وحيد هو غير مطلوب هو الحل الوحيد اكس يساوينا 2، غير مطلوب ايجاد الحل لانه طلب فقط عدد الحلول، كم يوجد الحلول. ثم نواصل من هنا، لما تنتمي الى المجال المفتوح ناقص 4 اي ناقص 1 نقوم بالتحليل. كم لدينا من حل؟ كما تلاحظون حل واحد هنا، حل واحد وهنا حل واحد، ثلاث حلول. نكمل، كم لدينا الحلول؟ دائما لدينا ثلاث حلول، هنا حل وهنا حل وهنا حل، حتى إلى أين؟ إلى يساوي من الصفر، دائما لدينا حل مجال مفتوح، لدينا ثلاث حلول، جمعا ينتمي إلى المجال ناقص 4 اي ناقص 1 حتى الصفر مجال مفتوح يوجد المعادلة تقبل ثلاث حلول. ولما ان يساوينا بالضبط صفر، كم لدينا من حلول؟ لما ان تساوينا صفر لدينا الحل والحل هذا، اذا اكس يساوينا 2 واكس يساوينا الصفر. لما ان يساوينا صفر يوجد حلين هما x يساوينا 0 و x يساوينا 2. ثم نكمل المناقشة، دائما لدينا حل وحيد حتى الزائد، ما لدينا حل وحيد هو بالضبط x يساوي 2. لما ان ينتمي الى المجال 0 زائد ما لا نهاية يوجد حل وحيد هو x يساوي 2. وبهذا